أكد مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ملف تكافؤ الفرص يشمل العديد من القضايا. أضاف أن الجلسة الخاصة بهذا الملف ضمن الحوار الوطني تناولته من خلال طرح توصيات محددة لحل تلك المشكلات. ملف تكافؤ الفرص ملف واسع يشمل كثير من القضايا، لكن احنا بنتناوله من مجموعة من المشكلات اللي بنطرح لها مجموعة من التوصيات. يمكن المشكلة الأولى اللي طرحناها واللي طرحت في الجلسة من كثير من الممثلين الموجودين في الجلسة كانت تعدد أنظمة التعليم، لأنه إحنا لو عندنا أنظمة تعليمية مختلفة بتخرج مخرجات مختلفة، فده معناه إنه في انعدام تكافؤ فرص، لأنه ساعتها الشخص اللي عنده القدرة على شراء الخدمة التعليمية هو بالتالي اللي بيبقى عنده القدرة على الحصول على فرص أفضل، وده عنصر رئيسي يقف ضد مبدأ تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. فبالتالي اقترحنا بهذا الصدد انه يبقى فيه محاولات لتوحيد النظام التعليمي بحيث يتوحد من حيث المناهج وعلى مستوى المخرجات التعليمية الرئيسية، عشان يبقى فيه تكافؤ في سوق العمل بالنسبة لخريجي النظام التعليمي الأساسي في مصر. تمام. كذلك النقطة الثانية اللي بنتناولها بهذا الصدد هي فكرة انه يبقى فيه عدالة ثقافية، إنه العدالة الثقافية أو التعاطي مع البرامج الثقافية بشكل وجدان الفرد. شددت هبة واصل أمين نعام حزب المصريين الأحرار مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي، شددت على أهمية طرح سياسات واضحة بشأن ملف الدين العام وكيفية معالجته. أضافت هبة واصل أن تنويع الإيرادات والدخل بالعملات الأجنبية من بين الحلول المطروحة لدعم الاقتصاد. وضع الأول خطة استراتيجية لكيفية إدارة الدين، إزاي هنقدر نعالج التصاعد في الدين العام في الفترة القادمة، وطبعا دوت زي ما بيقولوا هي آليات استراتيجية بينبثق منها إجراءات بقى، زي إن احنا ننوع الإيرادات والدخول بالعملة الأجنبية، نضع أولويات للمشروعات التي تدر عائد بالعملة الصعبة، إن احنا ننوع مصادر العملة ليس فقط الدولار، وهكذا من حلول تم طرحها. تنبثق كل تلك الحلول من وضع خطة استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام.